مرحبا واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعوني، واهم شيء تكونوا بصحتكم مهتمين. معكم خبيره التغذيه لينا رمال. بهيدا الفيديو رح اعرفكم على معلومات مش الكل بيعرفها عن الشاي الاخضر. الشاي الأخضر والشاي الأسود من نفس أوراق نبتة اسمها كاميليا سينانسيس، وهيدي النبتة مش هي ذاتها يلي مزرعة جنب البيت، بالأخص بالدول العربية ومنقول عنها شاي أخضر، لأنه نبتة الكاميليا سينانسيس ما بتعيش إلا ببلدان الشرق الأقصى مثل سريلانكا والصين واليابان. الطعم الرائع للشاي الأخضر خلت يكون المشروب الأول عالمياً عند كل الشعوب على مدى عقود من الزمن، والإنسان تفنن بصناعة الشاي الأخضر وإضافة له مواد مثل العسل والليمون والزنجبيل والنعناع، وكمان نبتة الماتشا اليابانية، وأيضاً الشاي الأخضر من جبال الهيمالايا الغني بالبوتاسيوم. الشاي الأخضر هو نوع الشاي الوحيد يلي ما بيتعرض ولا لأي أكسدة، لا بالعكس هو غني بمضادات الأكسدة أنتي أوكسيدنتس وبمواد اسمها بوليفينولز يلي خلت إنه يكون له كتير منافع صحية، وهي بيساعد على إدرار المياه الزايدة بالأخص للأشخاص يلي جسمهم حابس مي، وهيدا الشي بيخليهم يضعفوا بشكل أسهل. بيساعد على الحفاظ على سيولة الدم ومنع تجلطات الدم وتخفيض نسبة الكوليسترول المرتفع وتخفيض ضغط الدم المرتفع. بحسن كفاءة جهاز المناعة، بحسن عمل الجهاز الهضمي وبيمنع الإمساك، وبيقتل البكتيريا الضارة بالفم المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة وبيمنع التسوس. بيساعد على التقليل من أعراض مرض الزهايمر، وكمان بيساعد المصابين بالاكتئاب على تحسن مزاجهم بسبب وجود مادة الثيانين، وأيضاً بيحمي البشرة وبيقدر الاستعمال المنتظم لإله أنه يحمينا من ضربة الشمس. انتباه للأشخاص يلي عندهم فقر دم، أنيميا أو انخفاض بكالسيوم الدم، لازم ما ياخذوا الشاي إلا بكمية قليلة وبعد الأكل، لأنه بيمنع امتصاص الحديد. أما بالنسبة للأشخاص يلي مدمنين على الشاي وما بيقدروا يقللوا، فبنصحهم بالمقابل إنه يضاعفوا الكميات يلي بتحتوي على كالسيوم زيادة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن، اللبنة، الجبنة، الحليب والخضار الخضراء اللون الداكنة والحبوب وجميع المنتوجات المدعمة بالكالسيوم والفيتامين دي. كانت معكم خبيرة التغذية لينا رمال. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات to turn on the bell لا يوصلكم مني كل جديد، وأكيد ما تنسوا تابعوني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب عبر الصفحة الرسمية الوحيدة باسمي باللغة الإنجليزية لينا رمال دايت سنتر. أنا بدي أكون وأشوفكم في فيديو جديد.